الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله جوكتان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحلقة ذي لباتو اهيت حجك يه احكام تيسا ما انت وحان كشي كينينا طبن فضلي وحجك ليه الله اكبر وطبن فضلي مد بمدك لك دارنتا فضلي كوبات وحجك ليه وحاواي حجك وحو ترترا فقرية النبي صلى الله عليه وسلم أي حديث ووشي وحور تابعوا بين الحج والعمرة حجك عمرة إسكدب جيجي صوت ما تقانا فإنهما ينفيان الفقر فقري أي ترتراين إيوه فضلي قال بعد حجك وحو ترترا فقري رسولك صلى الله عليه وسلم وحور حديث صحيح البخاري ومسلم كجره من حج قفك حجيه فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه وحصان نقنا أسيقه هو يديس مالنتي بشيو قال معنى هذا حوا وحدا بها بيراته ملا فضلي قصدحات حجك وأعماش لصمية تنقو في عن النبي صلى الله عليه وسلم والويدي أي الأعمال أفضل أي الأعمال أحب إلى الله وحويري مركو كشيكي توحيدك يا صلاة يا جهادك مركو كشيكي وحويري الحج المبرور بل رضوع عائشة رضي الله عنها مركي ويدي سوحيت رق جهادي هذا أنا قم حان سمينا الوحوير حجك هذا في حجك فضل جيسا وحاوي عمل الصمي عم عماش أو قفض لي بضل أو إله الله وده وده أيو كم دي هاي فضل جا أفراد التلبية تلبيك اللهم لبيك مركة تلاه ما تقانا رسولك صلى الله عليه وسلم وحوير ما من مسلم يلبي مسلم مجيره او تلبينا لبيك اللهم لبيك نهاية الا وحول بو اني سجوغو جيت اما وحي ربا ها نقضو ويلا تلبينا يين اخران مرقاتي ونقونا يين الله فضلي قشانات كعبضا لقو طوافا النبي صلى الله عليه وسلم حوير حديث صحيح ترمذي في عن او طوافا وحالسينا قف الدون حريه كلا أجر كذا حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم حير قفكم مركو كطوافه لوك هدور دجانه دنبيا لاغا ترترا لوك تكالاني أجر أيا كور لوك قادة الله أكبر فضلي قال لحاد كعبدا كوريجيسد ركن اليماني حجر الأسود أتابنيسد رسولك صلى الله عليه وسلم حيري إن مسحهما لبضو ذا لمسحايو كفارة الخطايا دنبيق أي ترترتا حديث كان وحو كجرة صحيح الجامع فضلق التضبات ويوم عرفة ما لنت عرفه نبيق صلى الله عليه وسلم ما لنت أسيقو نوشيق حديث صحيح مسلم كجرة وحو يري ما من يوم مجرت ما لن أو إلهي دتك نارت كحوري ما لن كبضا أو أهل ما لنت عرفه ما لنت عرفه آت أي إله دتك نارت أقحوري حديث كان وحاوري صحيح مسلم بل إله سبحانه وتعالى وكفامنا الدومن كيس وكفانا ملائكة وحو ليه الدومن كي غفيري أني جي إي إمادين وحا إيدي مرقاتي قيلنا إنا نقدم بدافي فضل إيقا سديدات وحا كجرتو مالنتا عيدة أولي رهم يوم الحج الأكبر له ومالنتا أوغو بضن وعماش حجك الله سميه ومالنتا طبانات طبان كمال موت أوغو فضل إيقا بضن إلهي أبوري مالنت أودن بيسي أيا كجرته أو مالنت عيدة أمد أي فرح سنتهي أو أعماش حجك طنلا وضا سمينا وحن عرفك إهين مالنت أسا كجرته مالنت أسلي ومالن إلهي بركي يا سيدي ذات دتك حجاجة إهوى وفد الله إلهي أي مرتي أيهين رسولك صلى الله عليه وسلم محويري الحجاج والعمار وفد الله حدتك حجك اي ماذو يدتك عمرذو اي ماذو الله مرتدي سوايا دعاهم وأييري قرقي إماذا أيويري فأجابوه ويأجيبين ويإماذين وسألوه أسيقي ويديستين الله يوح ويديستين فأعطاهم ووسيي الله أكبر دتك حجاجة معنى هذا وحاوي دعوة ذا ومستجاب يا سيدي ذات دتك حجاجته ووفد الله إلهي أي مرتي أيهين رسولك صلى الله عليه وسلم محوير الحجاج والعمار وفد الله حجتك حجك أي ماذو يدتك عمرذو أي ماذو
الله مرتدي سوايا دعاهم وأيري قرقي إماذا أيو يري فأجابوه ويأجيبين ويإماذين وسألوه أسيقي ويديستين الله هي وح ويديستين فأعطاهم ووسيي الله أكبر تتك حجاجة معنى هذا وحاوي دعوة ذا ومستجاب تنتو بناضو أقدم بيسو الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة الله أكبر حجك جنة ذا لو قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح كجل وحويري حجك مبرورك وحاوي حجك مال حلال لقى حجيي أوقفك أوسن كدقال من أوسن كقيلنين أوسن كبوقن حج المبرور تاس أيا ليراها جزيه أبال مرنتيس متقان رسول صلى الله عليه وسلم حوير أبال مرنتيس و جنة الله أكبر أقول دنبينتي ولا ليال طبعا كان شيقني كلية كمكوب من حجك فضل جيسا لكن طبعا كان أيا سو خلاصيني حجك وركن من أركان الإسلام قف والبو مسلم وحالو بهاي إنو إسو دياريو إنو تغو أيا لو بهايه واجب أي كوته إنا تكتت وركن دين تاد إسلام كتيرر كذا تيرر كمد إه واي قف كستو أودن واجب أي كوته إنو تغو هدو تجي واي أسيقو أودو ودنبيل واي ساتاس أنقوني ولا ليال حجك أن لعق ميل أصي ديغانو سنقور كميل أوغور ديغانو حجكنا أنكو سوي حساب تمو الله سبحانه وتعالى هنجي حجك دتك تجينا إليها وقول عليه دتك أن تجينا الله سبحانه وتعالى هأفضي جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله.